السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواننا الأعزاء أخواننا الكرام، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، ويا رب الجميع بتمام الصحة والسلامة والعافية. أخواننا الأعزاء، نقدر نقول بدأ الصيف، بدأت مشاكل الصيف وبدأ حر الصيف وإزعاجات الصيف. حقيقة إحنا نبني فريق رياضي، لذلك الفريق الرياضي ما ممكن يكون دائما في حالة انتكاسة صحية، وما ممكن الفريق الرياضي يعني دائما ألح عليه بعلاجات وبمواد كيميائية. لذلك اول الشركات اللي ان شاء الله تباعا راح نشرح عن باقي الشركات كل شيء ولا شيء، اول الشركات اللي اختارينا لكم اياها هي شرح عن شركه دي اتش بي كولتورا، الشركه الهولنديه اللي تعتمد على النظام الطبيعي الصارم من اجل صحه مثاليه للطيور. حقيقه هذا المنتج اجيكم اياه بعدين، ولكن نحكي على اهم خمس مواد ممكن اعطاها لفتره الصيف، وهي تنقيك وتعتبر سلم من اجل صحه مثاليه وصحه تامه. نبدأ طبعا بالتأكيد، المنتج الأول هو المنتج الغني عن التعريف، هو الداربا. آلاف احتمال من الهواة اخوانكم جربوه تحديدا في العراق، حتى للسعودية وحتى لمصر نزلنا من هذا المنتج للرواجه حقيقة ولفائدته العظيمة. هذا المنتج عبارة عن 70 مادة عشبية خالصة طبيعية 100% مستخلصة بطريقة طبيعية، تدعم الجهاز الهضمي وبنفس الوقت تمنع نمو الفطريات والكنكر تحديدا، وهو اقتصادي جدا جدا لان قبق واحد من عنده في 5 لترات مي. هذا هو خط الدفاع الاول اللي هو نحن نسميه، او ايضا الشركه طالقه عليه كومبليت اول ان وان كومبليت، المتكامل الكل في واحد المتكامل. داربا هو العنصر الاهم في فتره الصيف، وهو منتج يغنيك عن كثير 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 اشياء ممكن تعطيها. خط الدفاع الثاني بالتاكيد هو المضادات الحيويه الطبيعيه. هذا اللتر كامل بنسبة خلط 9% خلط التفاح الطبيعي 100% مضاف إلى عسل، مضاف إلى عصير الزنجبيل، مضاف إلى عصير الثوم، مضاف إلى عصير البصل. هاي الخمس مواد في العالم كله وسابقا وفي التاريخ الإنساني هي المواد الخمسة اللي كانوا يستخدموها الأطباء من أجل مضادات حيوية داخل الجسم. لذلك أفضل مضاد حيوي عشبي طبيعي تقدر تعطي للطيور هو هذا البطل، وأيضا اقتصادي جدا لأن قبق من عنده في 4 لترات مي. هنا صار عندنا يوم، هنا يوم ثاني، بالتأكيد هنا صار عندنا يوم ثالث، لازم نخلي له الريد فيتاليتي اللي هو الحيوية الحمراء حقيقة، لأن هو منتج لونه أحمر عبارة عن كل التوابل وكل الأعشاب الغير مدرجة في داربا هنا راح نلقيها، اللي هو يعطي الحيوية العظمى وينطي للجسم الصحة والقوة الخارجية والداخلية، وأيضا منتج اقتصادي لأن قبق من عنده في لترين إلى 3 لترات مي. طبعا بشكل عام إحنا قاعد نتكلم عن منتجات تنطي فقط فترة العصر، لأن بدأ الصيف بعد انتهى ماكو 24 ساعة. بقى عندنا عنصرين أساسيات، أول واحد وأهم واحد طبعا هو بالتأكيد الإلكترولايت. هذا الإلكترولايت عبارة عن إلكترولايت جلوكوز وسكر العنب المذاب، ومضاف إلى كالسيوم مغنيسيوم فسفور زنك وحديد. حقيقة هذا الإلكترولايت كثير من إخواننا يقولون هذا الإلكترولايت ليش عجيب، إيش عجب قاعد يطيب طيورنا بلا دواء؟ أقول لأن هذا يعوض الجسم كل الفقدان اللي صاير عنده بسبب الإسهالات. هذه الملعقة مالته الواحدة في لترين مي تكون ايضا بنسب جدا اقتصاديه، لان هو عباره عن 500 مل 500 غرام العفو، والملعقه مالته 9 غرامات، بمعنى اخر هذا يكفي اكثر من 100 لتر مي، فلذلك هو اقتصادي جدا. والفيديو حرامات ما بي ريحه، لو تشتمون الريحه مالته يعني ريحه اخاذه حقيقه. بقى عندنا عنصر اهم وهو كيف ندعم الجهاز الهضمي للطيور. بالتاكيد بتعمل الجهاز الهضمي هو عباره عن الاكتيف لايت. الاكتيف لايت حقيقه متكامل بسبب واحد، وهو بمانعات الاكسده، بديكتروز، بحامض اللاكتيك، وبخمائر حيويه، وبكركم، وبديجستال. ايضا ملعقه من عنده كامله ينخبط بشويه مي، يخفف بالماء وينضاف على 1 كيلوغرام علف، ثم ينخبط مع العلف ويتقدم للطيور. هذه هي المجموعه الكامله بصراحه، ويبقى عندنا شرح على منتج واحد وهو منتج المفروض يعني استمرارية اعطائه تخلي الطيور ما عندها نقص اي شيء من المواد اللي ممكن تكون هي عبارة عن نقص، هو عبارة عن البروتينات المضافة لها الخمائر ومضافة لها الديجستال. ملعقة واحدة في 1 كيلوغرام علف راح تعتبر هي احسن مكمل غذائي، مكمل علفي ممكن ينطي الهاوي للطيور. وبهذا اكتملت عندنا مجموعة الصحة الكاملة. اي سؤال اي استفسار احنا ان شاء الله حاضرين. طبعا هذه المجموعة
بالنسبة للهواة اللي قرروا يأخذوها كاملة إن شاء الله راح يكون عبارة عن هدية سطل كيلوين من البلت المخصص للطيور. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.